لو جيت بس بداية الإنغاز من البداية جو بياخدها، اذهب إلى إلى السجن حبيسا وأذهب أنا إلى إلى القصر الرئيسا، خدعوا الشعب من البداية، سموا نفسهم ثورة الإنغاز. دي أكبر كذبة، أكبر كذبة، سموا نفسهم ثورة الإنغاز وما عرفنا إحنا أنقذونا من شنو. اشتغلوا بطريقة ممنهجة، تعال على مستوى التعليم، على مستوى التعليم غيروا المنهج التعليم اللي هو درسوا الناس الزمان، اللي هو كان المنهج نفس المنهج هنا السعودي، كان ابتدائي متوسطة أي المنهج غيره ثانوي. كان هو ابتدائي أعتقد متوسط ثانوي، غيروه بقى أساس ثانوي جامعة. الخبراء في المجال ده قالوا إنه التغيير ده كان سبب من تردي التعليم في حد ذاته. تعال على المنهج، غيروا المنهج، طلعوا منه يشتغلوا لك على منهجنا، خدتوا منهج يطلع لك شخص عسكري عسكري وقالب واحد، يعني انه شنو يدعم أيوة. مشروع مسمينه المشروع الحضاري الحيضاري ده كله دور في محاربه الشباب، محاربه المشروع الكبير ده والتمكين كويس، وتمكين جو على موضوع التمكين، طلعوا كل الكفاءات اللي موجودين على مؤسسات الدوله السودانيه لصالحهم العام، جابوا ناسهم بغض النظر عارف ما عارف، عنده كفاءه عنده شهاده، مهم تقعد الخصخصة. مسكوا التعليم، مسكوا وزارة الصحة، حتى القوات الأمنية والجيش جابوا ناسهم.